التدخل الروسي تحت يعني عنوان تدخل منظمة ما يعرف اتفاقيات الأمن الجماعي التي تشكلت يعني في 92 بعد انهيار اتحاد السوفيت، ولكن تأثرت بعد الألفية بعد بروز بوتين كرئيس للكريملين. إذن الكريملين في هذه الحالة هو يتدخل تحت عنوان حماية الموضع الدستوري لجمهورية كازاخستان، ولكن الأمر أعمق من ذلك، لأن كازاخستان هي بعد استراتيجي مهم لروسيا الاتحادية. سقوط النظام في نور سلطان في كازاخستان هي ناقوس إنذار لانتقال هذا الحريق الثوري إلى الداخل الروسي، لأن إذا قمنا باختزال ما يعرف بموسكو يعني الجهة الأوروبية أو المكون الأوروبي من روسيا الفيدرالية، تقريبا التركيبة الإثنية الطائفية الدينية تتشابه مع كازاخستان. هناك المكون المسلم، هناك العقلية الأسيوية والعشائرية كذلك متواجدة في القوقاز يعني الجزء الشمالي لروسيا الاتحادية، ويتفهم أن هذا سيعني تفكك الاتحاد الروسي في المستقبل. فهي عبارة عن عملية استباقية للحفاظ على الأمن الروسي، كما حصل في جمهوريات أخرى يعني في جورجيا كما تدخل الروس في 2008، هناك تدخلات أخرى في دول يعني مجاورة من آسيا الوسطى مثل طاجكستان تحت طبعا هذا البند. من جهة أخرى هناك بنية تحتية استراتيجية لروسيا، يعني هناك بايكونور يعني منطقة أو منصة إطلاق الصواريخ، هناك العنصر المهم وهي مصالح غاز بروم، لأن كمية مهمة من الغاز الكازاخي يصدر إلى الاتحاد الأوروبي تحت يعني ما يعرف بالبنية التحتية لغاز بروم، لأن غاز بروم يقوم بضخ هذا الغاز وكأنه غاز روسي، وهناك عقود طويلة المدى نعم. مع الاتحاد. إذن في هذه الأمور هي دكتور رمضان، الروس الخارجية الروسية تقول أنه ما يجري في كازاخستان هي محاولة مدعومة خارجيا لتقويض أمن الدولة بالقوة، هذا هو المبرر الذي تقدمه روسيا، ما تعليقك على هذا الكلام؟ الحقيقة أن ما حصل في كازاخستان يعني 90% هي عملية داخلية مرتبطة بالمناخ والمسائل السياسية والديكتاتورية والأوثقراطية التي طالت. يعني فهناك جيل جديد يعني نشأ وبدأ يعني يتعامل مع الخارج، يعني الكثير من النخب درست في الخارج وعادت إلى كازاخستان لتكون في مناصب حتى في الحكومة وفي مناصب سيادية، وهي سياسة نظربايف، هو الذي كان يعني فتح الأبواب أمام ما يعرف بالتعامل والتبادل الثقافي التجاري مع الغرب. يعني كثير من المؤسسات الغربية الشركات العابرة القارات تعمل داخل كازاخستان، يعني هناك عملية الاستبدال ما يعرف بالنخب السياسية، وهذا واضح. يعني هناك النفس القومي المتشدد لدى بعض الكازاخ، هناك البعد الإسلامي والبعد ما يعرف بالناطق باللغة التركية الذي يرتبط بمشروع ما يعرف توران، ولتركيا هناك دور في هذا الأمر. يعني أؤكد بخصوص ما حصل بأن روسيا قامت بعزل نظربايف بهذه الطريقة كذلك من أجل دعم توكايف المحسوب على موسكو، وهو ابن ما يعرف بالدبلوماسية الروسية السوفيتية. إذن هي عملية كذلك انقلاب داخلي لإزاحة نظربايف الذي بدأ يعني يفتح الباب أمام تركيا والغرب لكي تتمكن من الاقتصاد الكازاخي. وكذلك نقرأ هذه المسألة، فروسيا استثمرت واستغلت في هذه ما يعرف بالثورة والتي قامت بخمدها، وكذلك دعم الانقلاب على نظربايف بدعم توقايف الذي سيصبح دمية مثل الأسد بيد الكريملين.